رح نحتاج لبصل كبيرة مقطعة ناعم، اها، 3 حبات جزر مقطعة مكعبات وسط، كوب من البازيلا، 500 جرام من لحم العجل المفروم الخشن، 4 حبات بطاطا كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات، معلقة كبيرة من البصل المفروم وناعم جدا، 3/4 كوب من مرقة العجل أو الخضار، معلقة من الزيت، ونص كوب من جبنة الموتزاريلا، 2 كبار طحين، معلقة من كبيرة من الزبدة، ونص معلقة صغيرة جوزة الطيب، نص معلقة صغيرة القرفة، وملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طبعا دانا، هاي من الاكلات اللي كثير يعني بشتاق لها. من خلال دراستي ببريطانيا كانت من الاشياء اللي سهل تلاقيها بالمطاعم، ومن الاشياء الطيبه او نكهتها كثير زاكي، لانه هناك طبعا المطابخ تبعتهم تختلف عنا. نعم. ما عندهم هالاكل اللي كثير متنوع. هلا البطاطا انا بس حضرتها سلقتها حبات كامله لانه حجمها صغير، أوكي. فبكل سهوله هلا بس رح اقطعها حتى تساعدني بالهرس، لانه هاي هي اول خطوه بفطيره الراعي. بنسلق البطاطا، واذا بدنا اياها تنسلق كثير بسرعه بدنا نسلقها مكعبات حتى ما تغلبنا. هلا البطاطا زي ما شفتي انت هيك مسلوقه وكثير طريه، وبدنا نخلطها مع الزبدة وملح والبصل الناعم. هلا البصل أنا كله فرمته ناعم حتى ما يبين هالخشونة بقلب الماش بوتيتو اللي هي البطاطا المهروسة. تمام. نانسي تمام. مسيح، يسعد صباحكم يا حلوين، شكرا يا نانسي. صباح الخير رشا صالح، كيفك أنت والفيسبوك لما؟ أنا من مدمني السوشيال ميديا، يعني أكيد من اللي بيسموها مؤثري التويتر الأردنيين. والله. أكيد من الإدمان، وطبعاً في صفحة للمدونة اللي هي أنا عمالي بحط عليها الأكلات تبعتي، وهي اسمها أفكار من كراميل. حلو، قدي عندك فولوورز على تويتر؟ على تويتر بس 14,000. بسم الله. طب كيف بقدر هيك يصير عندي كتير؟ إيش السر بتويتر؟ أظن الأكلات. حطي المدونة تبعتي بالضبط، المدونة تبعتي هي اللي جابت لي الفولوورز. فإذا هيك صعب. لا، وبعدين يعني على فكرة احنا البنات يعني سهل انه نجيب فولوورز اكثر من الشباب. من الشباب. هلا هلا بتضايقوا منا، كل شيء عندكم اسهل. ما تزعلوا ما تزعلوا، بس والله سهل. مش كثير كثير اسهل بكل شيء. طيب لما احنا تقريبا دقيقة قبل الفاصل، ف اكيد احنا نقدر انه ثلاثة. طيب مش بدنا هي هلا صار دقيقة. طبعا انا بس عشان اسهل موضوع الهرس رح احط شويه مي دافيه لحتى تساعدني بهرس البطاطا. اوكي. طبعا انا ضفت البصل الناعم وكمشه صغيره من جبنه الموتزاريلا المبشوره. صباح الخير، ممكن استغني عن دبس الرمان او بديل في السلطه؟ اكيد اكيد، يعني يمكن معلقه خل تفاح او خل العنب ممكن انها تساعد. هو نكهه دبس الرمان كثير طيبه، بس للي ما بحب دبس الرمان اكيد يعني ممكن حتى بس عصير الليمون لحاله بكفي. يكون كفايه. في تحيه من امريكا، عم بيحضرونا سهرانين للفجر عشان يحضرونا مباشره، يعني رنيم جلال احلى تحيه لك لكل الجاليه العربيه بالولايات المتحدة. تحياتنا لكم من الأردن. صباح الخير لما كلالدة، يسعد صباحك. باسمة أبو خليفة، شكرا على الكلام الجميل. طبعا اللحمة مش ضروري انها تستوي كتير كتير على النار، لانه اكيد رح تنحط بالفرن كمان، يعني صفة تشويح بالضبط وبتكمل بالفرن. الفرن قد ايه بدها؟ بدها حوالي 15 دقيقة بس. اوكي. وضعنا بالسليم. وضعنا كثير بالسليم. آية يا آية، شكرا لك، صباح الخير.
ده معتصم غرايبي كمان من فلسطين، كل اللي بيتابعونا تحياتنا لكم. أوصاف سعيد من هولندا، أم دالين السنبلة الذهبية صباح الخير. منال وإيمان كرك، سوسن سجع بيض، نلي وأليس قندلاف، شبلي المجالي، محمد حنان دبابنة. شكرا للمتابعة. احنا دائما نستغل بالمطبخ انه نعمل طبخات زاكية، بس ما نشوش على الطبيخ برضو، نعطيكم حقكم لانكم نشيطين معنا بالسوشيال ميديا. طبعا واكيد احنا نشطاء السوشيال ميديا بنقدرهم، لهم هم يعني تنهرهم بيدعمونا وبخلوا النهار هيك بتعبى. بعدين حلو هيك ردة الفعل بتكون واضحة على طول، يعني قبل ما كنا نعرف انه اللي قدمناه منيح او مش منيح. ان شاء الله اليوم الاكل بيكون كثير غازي. انا شاكه بانه الغاز مضوي. وانا نفس الشكوك. هلا في حم طالع. هو في حم بس حسيته كثير واطي، هذا ممكن ياخرنا على فكره. طب هناك شو الوضع لما ننقل؟ مش عارفه اذا بتشوفي اذا بيضوي حامي. يعني بنخلص الطبخه بتطلع مش مطبوخه، بس انه بس المبدا واضح، بس الفكره موجوده. طبعا احنا انا بديت اسخن لك هون، فانت الخضار انا رح اضلني هون لحد ما يسخن. طبعا بنحط احنا الخضار اللي هي الجزر المقطع، بس زي ما انت منتبهه مش كثير صغير، وعندنا كمان اللي هي البازيلا. انت مكبره بالخضروات لانه راح تدوب بالفرن، فعشان تبينه بالضبط بالضبط. ها بلش يطلع له صوت. زغروت. هو هادي، هو ما بحب يعمل عجل، ابن حلال وهيك وعائل ما بحب الاضواء، بس العقاله بالمطبخ ما بتفيد، لازم يكون نار وملهفه اكشن. اذا بنحط كل الخضروات مع البصل شو موجود عندنا بالضبط. وهلا طبعا اول ما يبلش يا ريت يحمى اكثر، بدنا نضيف اللي هي مرقه البقر او الدجاج او حتى الخضار. طبعا احنا بنضيفها بهاي الطريقه اللي احنا بنفركها شوي لحتى تذوب بسرعه بالطبخ. قبل ما نحط اي سوائل صح؟ قبل ما نحط اي سوائل. صابرين ابراهيم وطارق ابو ساكوت، يزن بني عطا، يسعد صباحكم. عاليه كمال، ايناس عايد، حنان حميدات، عوض وابتسام المصري. يلا يا رب. انا راح اشيل هاي الطنجره. هو على مش هاي العين، لا ما هاي مطفية وهاي العين المضوية. هاي القوية. اوكي، يعني احنا عم نحاول نطبخ الفطيرة الراعي. يعني خلاص المبدأ هو واضح، صفة اصلا بدها تكمل بالفرن. بالفرن. هلا بما انه احنا عم نستنى هذه تنطبخ، بامكاننا انه نبلش بالحلو، نحضر الصينية وبعدين الحلو. طيب يلا حضري لنا الصينية. هلا الصينية تسلم اياها دانا، هي شوي ثقيلة. الفخار. عندي قوة عضلية منيحة. أهم شيء القوة العضلية بالمطبخ. بالمطبخ كثير ضرورية. بنحط نتفة زيت بالقاع أو حتى زبدة، وبنخليهم موجودين لحتى نضيف فوقيهم اللي هي اللحمة والخضار، وبعدين رح نفرد فوقيهم البطاطا ونحطهم بالفرن. صفى أول طبقة اللحمة والخضار. أيوه، يعني هي بدها شوي وبقدر أحطها بالفرن. طنجرة بقدر هيك نديرها.
اذا بنحطها باول طبقه وفوقها البطاطا المهروسه. بالضبط، خلينا ندير الباقي. احنا عادي ما نخاف من الصوص، بدنا الصوص احنا بدنا كل الصوص طبعا، لانه بدنا اياها تكون جوسي، او اللي هي العصائر فيها كلياتها موجوده. بالضبط. البطاطا بدنا حطينا معها الزبده صح؟ بالضبط. هلا البطاطا بدنا نبلش نقولها هون. عجقنا مطبخ رؤيه اليوم على حسابك، مهم ناكل اكلات زاكية صح؟